لاحظنا ان كثير من الشباب اصبحنا نقنعهم بضروره الدخول هذا المعترك السياسي، واصبحنا في اليوم الحالي ان هناك من يقول غلطنا اللي ما درناش قوائم كشبان باش نديو 40 مليون. سبحان الله 30 مليون عمال، سبحان الله. هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير وتجاوز، لأن اللي يحب يخدم ما توريلوش كيفاش يتعاطى حياة سهلة. خليه يفوق، خليه يقاوم، خليه يكون قد المسؤولية اللي راه طامع باش يوصل لها. وهذا الشيء نظن الجبهة الوطنية الجزائرية ماذا بينا نستدرك ما يمكن استدراكه، ماشي هذه المرة ولا كل مرة أخرى، لأن هذه المرة الرصاصة خرجت، الرصاصة خرجت وما تعاودش تولي. ولكن أن المرة الجاية ما لازمش يكون نفس الأخطاء ونفس التفكير ونفس الأساليب. هذا هو المنطق. كيف يمكن أن ننشئ جيل يعتمد على نفسه، جيل يكون متربي ومتشبع بالروح الوطنية، بالروح النضالية؟ ما هو شيء أننا نغريه، لأن الإغراء هو لحب الوطن وليس لتحمل المسؤولية. هذا الشيء ربما في الجبهة الوطنية الجزائرية تفكر كيف يمكن أن نبني مجتمع، أن نبني شيء اللي به نخدم الوطن. وهذا ربما اليوم أن الأفنة صحيح أنها تبارك كثير من ما هو موجود من بعض النقاط الأساسية لإعادة إخراج الجزائر من أزمتها. وأول شيء هو أننا نصبح اليوم نفكر كيف نطلق وإلى الأبد من القوانين العضوية للدولة الجزائرية، من التبعية لفرنسا. وضع دستور ألا يغير في كل مرحلة من المراحل، وألا نكون تابعين قانونيا إلى فرنسا. نحن مسلمين، لسنا خارج هذا الإطار. ما كانش واحد فينا اللي هنا ما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كانش واحد فينا ما يقولش كي ياكل يقول الحمد لله، كي نوض يقول ربي انعمني بصحة. ما كانش، كلنا مسلمين. الوطن الوحيد في العالم العربي اللي فيه أكثر من 99% من شعبه مسلم، هذه ما يعرفوهاش الناس. ما كانش الدول العربية اللي فيها هذا الفكرة، هذا إلا الجزائر، السعودية ما فيهاش. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.